جوار صعب جمع بين دولتين ضاربتين في جذور التاريخ، إيران والعراق. جوار حكم العلاقة بينهما بموجات مد وجزر وقوة وضعف. تتبدل موازين القوى فتجور إحداهما على الأخرى. العقود الأخيرة تميل فيها الكفة بقوة لصالح إيران لتجعل منها لاعباً مؤثراً في الشأن العراقي. تدخل وممارسة نفوذ من طهران حول العراق إلى ساحة لخدمة أجندة إيران ومصالحها الإقليمية. ذات صيف بعيد عام 88، وقف رجل الذي ينظر إليه كثير من الإيرانيين على أنه أسطورتهم ورمزهم المعاصر، معلناً ما يشبه بيان استسلام. الزعيم الإيراني الراحل الخميني قبل وقف لإطلاق النار مع العراق ووصفه بتجرع السم، موافقة أقرب للاستسلام. أنهت حرباً مريرة دامت 8 سنوات وأنهكت الطرفين. سم تجرعه زعيم إيران، لكنه لم يهضمه ولم يقبله غرور الإمبراطورية. أجلت إيران قليلاً أطماعها القديمة التي تمسك عصا الإمبراطورية تارة وتلبس ثوب الحارس الأمين على بقاء المذهب تارة أخرى. لكن في كل وقت وتحت كل ظرف بقي العراق هدفاً لإيران، هدف فرضته أهمية العراق الجغرافية كمنفذ وحيد لإيران للمرور من خلف الجبال والهضاب نحو سهول ووديان المتوسط والمنطقة العربية. السيطرة على العراق عبر وسائل القوى الناعمة هو هدف إيراني تاريخي، لا يتعلق بطبيعة نظام سياسي في العراق، ولكن يتعلق بطموحات إيران في المنطقة التي لا يمكن أن تجد طريقها إلى التحقق إلا عبر السيطرة الناعمة من وراء الستار على العراق. تطابق المذهب الديني أيضاً بين إيران وقطاع كبير من سكان العراق شكل سبباً وباباً للتدخل الإيراني في العراق. تم ابتكار أن العراق مكون من أكراد وسنة وشيعة، يعني تمييع الطابع العربي للعراق، تمييع عروبة العراق، يفتح الطريق أمام إيران للنفاذ إلى معادلاته السياسية عبر التحالف مع بعض الفصائل السياسية التي تدين بالإسلام الشيعي. لم يمضي وقت طويل بحسابات التاريخ حتى جاءت الفرصة التي كانت إيران تنتظرها. مفاجآت سارة وهدايا غير متوقعة قدمتها الأقدار لساسة طهران. أول الهدايا وأكبرها جاءت لإيران من حيث لا تحتسب، هدية من الشيطان الأكبر أي الولايات المتحدة كما يصفها الخطاب الرسمي الإيراني، إذ شكلت رؤوس رماح الأمريكيين وظهور دباباتهم الفرصة التاريخية لطهران. أسقط الأمريكيون الجار المشاكس صدام حسين، لم يتوقف السقوط عند حاكم ولا نظام ولا حزب، بل سقوط دولة بالكامل. أزاحت واشنطن صدام ومعه الجيش وأجهزة الأمن العراقية. ترك الأمريكيون العراق دولة بلا أنياب تجاور نمراً متأهباً. بعد عام 2003 أصبح التدخل الإيراني في العراق يمر عبر عدة قنوات. أولاً، إيران لم تستطع الانتصار على العراق في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت من عام 80 حتى عام 88. تكفلت بذلك القوات الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش. هذه النتيجة المأساوية 2003 عبدت الطريق أمام إيران لكي تتغلغل في العراق بأدوات كثيرة. أولاً، هناك جيرة جغرافية تحدثنا عنها طويلة بين العراق وإيران، هناك وشائج عائلية، وهناك روابط استغلتها إيران للنفاذ إلى العراق. لم تقف الخطايا الأمريكية عند تفكيك الدولة وتسريح الجيش. ارتكبت واشنطن ما هو أخطر بغرس فكرة المحاصصة الطائفية في العراق. أول مجلس نيابي عراقي تم تشكيله في عهد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، جاء أكثر من نصف أعضائه من الشيعة.
وفتحت المحاصصة الطائفية باباً واسعاً أمام طهران للتدخل وباباً أوسع في العراق للتنحر. وقت أن كانت عيون العالم مشدودة للاحتلال الأمريكي للعراق، بدأت الآلة الإيرانية العمل لمرحلة ما بعد رحيل حتمي للأمريكيين. عملت إيران في صمت وسط الضجيج المصاحب للوجود الأمريكي. الشاغل الأكبر لتفكير قادة طهران كان ضمان إعادة بناء عراق على الهوى الإيراني، تكوين نظام ونخب موالية لطهران، أو أضعف الإيمان نظام لا يناصبها العداء. إيران كرقم صعب في المعادلة ولاعب أساسي في إقليميا في المنطقة، وقفت إلى جانب العراق في محنه، سواء كانت أيام النظام السابق أو منذ التغيير، أي منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا. فلا ينسى أحد أيام بطش النظام السابق كيف احتضنت الآلاف والجموع من أبناء الشعب العراقي الذين تعرضوا إلى ظلم واضطهاد ذلك النظام. بدها استغلت طهران الأخطاء التي وقعت فيها الولايات المتحدة في العراق، ووظفت أدواتها التي كانت موجودة بالفعل في العراق، وأولها الميليشيات، وعلى رأسها ميليشيا بدر التي كانت تعمل بالفعل من أيام صدام. الميليشيات المعارضة للنظام العراقي ما قبل 2003 كانت تقيم في إيران، هي تحولت إلى الحكومة العراقية بعد 2003، حتى ميليشيا بدر يعني أصبحت هي التي تشكل وزارة الداخلية العراقية، أصبح هناك محاصصة، أصبح أصدقاء إيران في مراكز صنع القرار في العراق لأول مرة منذ تأسيسه عام 21. هكذا انقلبت المعادلات وتحول العراق من حائط صد أمام إيران إلى منصة إطلاق للأفكار الإيرانية. وقبل الرحيل لم يجد الأمريكيون مفراً من التفاوض مع طهران لتحديد مستقبل العراق. حمل الأمريكيون أمتعتهم وسلاحهم تاركين العراق لمصيره، مصير لم يكن يبشر بخير على كل حال. مؤسسات منهارة وجيش مفكك وقيادات موزعة الولاء. ألقت إيران بثقلها خلف الشيعة ووحدت الكتل والتيارات الشيعية، فكانت النتيجة حكومات بنفس طائفي بامتياز، طائفية تجلت في أوضح صورها في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. نوري المالكي الذي كان في نظر كثيرين في دائرة التقاطع الأمريكي الإيراني في العراق، ويعني اتخذ من القرارات ذات البعد الطائفي وذات الولاء لإيران ما جعل عراقيون كثر لا يرون فيه رئيساً للوزراء في العراق بغض النظر عن المذهب والطائفة. لم تتوقف الهدايا المجانية لإيران عند هذا الحد. في بلد بهذه الحالة تهيأت تربة خصبة لظهور لاعب ثان على الساحة العراقية، لاعب خدم ولو عن غير قصد الأجندة الإيرانية. ظهر تنظيم القاعدة مستفيداً من سخط سنة العراق ضد حكومات طائفية جعلت منهم مواطنين درجة ثانية أو ثالثة. صار تنظيم القاعدة صولته قبل أن يخرج من تحت عباءته تنظيم أخطر وأشرس، داعش. تمدد داعش في دولة رخوة وفي مواجهة جيش من ورق أو على أقل تقدير قليل الخبرة. وفي غضون أيام معدودات سقطت محافظات ومدن عراقية بالكامل في قبضة التنظيم. وأمام جيش متقهقر وقوى أمنية هشة لم يعد من سبيل للتصدي للخطر سوى البحث عن خيارات جديدة. من هنا جاءت فكرة الحشد الشعبي تلبية لدعوة أطلقتها المرجعيات الشيعية وعلى رأسها علي سيستاني. تدفق آلاف العراقيين للتطوع للقتال ضد التنظيم المتطرف. جاء الحشد أيضاً طائفياً بامتياز. انخرط أبناء الطائفة الشيعية في الحشد ووجد السنة أنفسهم ضحية تهميش جديد، إذ وقع سنة العراق بين مطرقة داعش وسندان الحشد الشعبي. بدأ الحرس الثوري الإيراني مغامرته الأكبر خارج الحدود،
خلف رجل قوي يمتلك دراية واسعة بالعراق، الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، بدأ بالظهور علناً في مسرح عمليات العراق. من التسليح والتدريب للميليشيات إلى القتال المباشر على الأرض، صعد الوجود الإيراني في العراق، ومعه صعد نجم سليماني الذي تحول ليصبح أقرب إلى مندوب سام لطهران في العراق. تردد اسم الرجل باستمرار، وكأنه المخلص للعراق من خطر داعش. بعد هدايا الولايات المتحدة وداعش، حصلت إيران على هدية ثالثة كبيرة منحتها فرصة إضافية لمزيد من التوسع، فرصة شاركت في صنعها إيران هذه المرة ولم تأتها صدفة. اتفاق نووي وقعته طهران مع القوى الكبرى، اتفاق فتح شهية إيران أكثر على مزيد من التمدد داخل العراق. لم يعد الدور الإيراني سراً، واتخذ التعبير عنه صوراً أكثر وضوحاً على لسان مسؤولين إيرانيين. مستشار الرئيس الإيراني علي يونسي كان صاحب النبرة الأعلى في التعبير عن هذا الوجود. يونسي تحدث بلهجة الإمبراطورية المنتصرة بالقول إن العراق ليس جزءاً من نفوذ إيران الثقافي فحسب، بل جزء من هوية إيران وعاصمتها. ووصف العلاقة بالعراق بأنها غير قابلة للإلغاء، وإما التوافق أو القتال. ولهذا الدور المتعاظم مؤيدون داخل العراق، مؤيدون يرون أنه فقط لمساعدة العراق، ويقتصر على تقديم المشورة والمساعدة في التصدي لداعش. إيران لم تقف إلى جانب طائفة أو كتلة معينة أو جهة معينة. المتتبع لسياسة إيران في المنطقة إزاء العراق واضح، لم تكن مخفية، هي بالعلن هي دعمت العملية السياسية ووقفت إلى جانبها وأحبطت المشاريع التي تحاول أو التي حاولت إجهاض هذه العملية. آخرون يرون في الدور الإيراني تدخلاً وانتقاصاً من استقلالية العراق، ويؤثر سلباً على مستقبله. الدور السلبي واضح وضوح، خاصة التدخل في الشؤون العراقية، التدخل في العملية السياسية، وخاصة وجود بعض المحسوبية والمنسوبية الذين قضوا حياتهم في إيران. فبالتالي اليوم ما نقدر نقيس إذا ما نتخلص من الأجندات التي تحملها الجارة إيران. بين الولاء الكامل لإيران والبحث عن حياد مفقود، ظهرت خلافات بين نخب الحكم العراقية. رئيس الوزراء حيدر العبادي، وإن اتفق مع المالكي في المذهب والحزب السياسي، إلا أنه يختلف عنه في حميمية العلاقة مع إيران. فالعبادي أكثر إدراكاً لخطورة الوجه الطائفي الصريح للحكم في العراق، ويريد وجهاً أقل طائفية وانحيازاً يعيد له التوازن بين مكوناته. الرئيس الوزراء الحالي أمامه تحديات كبيرة، لأنه هو ورث هيكلية لدولة عراقية مهترئة ينخر فيها الفساد، فيها الشلالية، فيها الميليشيات التي تتحكم في مفاصل القرار، لكن هو يريد إصلاحات، يريد القضاء على الفساد. حديث دار في جلسات مغلقة عن عدم ارتياح من العبادي ومرجعيات دينية للدور الذي يلعبه سليماني. الخلاف ظهر علناً بعد الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق، والتي دفعت العبادي للإعلان عن حزمة إصلاحات جذرية في المناصب العليا لأجهزة الدولة وفي صفوف الجيش. لم ترق هذه الإصلاحات لطهران ورجولها في بغداد قاسم سليماني. تقارير تسربت عن حديث حاد دار بين العبادي وسليماني، الذي قال إن الإصلاحات لا تخدم الشيعة في العراق. خلاف لا يرقى لحد الصدام بالتأكيد، فحتى العبادي نفسه يدرك أنه لا يستطيع الذهاب بعيداً عن إيران. لكن بصرف النظر عن الأشخاص، أثبت العراق على مدى التاريخ أنه ند وأكثر لإيران، وأنه قادر على ممارسة استقلاليته والابتعاد عن الفلك الإيراني.
انضم إلينا من بغداد عضو مجلس النواب العراقي والمتحدث باسم قائمة متحدون ظفر العاني. أستاذ ظفر، مرحبا بك معنا. إذن ثلاث عوامل رصدناها من خلال هذا التقرير المطول ساهمت في استيلاء إيران على العراق والدولة العراقية: الاحتلال الأمريكي للعراق وإسقاط الدولة، التنظيمات المتشددة، وثالثا الاتفاق النووي وهذا الانفتاح على إيران مع الغرب وعودتها أو إعادتها للمجتمع الدولي. كل هذا يجعلنا نتساءل، ما الذي بقي الآن من السيادة العراقية؟ أولا في البداية أود أن أحيي كاتب التقرير، التقرير مكتوب يعني التقرير المطول المكتوب بعناية ودراية وبلغة موضوعية، واختزل بشكل مكثف تاريخ العلاقة العراقية الإيرانية خصوصا بعد عام 2003. هنالك عامل آخر مضاف إلى العوامل الثلاثة اللي ذكرتيها جنبك وذكرها التقرير، وهو الغياب العربي. وأنا أعتقد أنه عامل لا يقل أهمية عن العوامل الثلاثة، اللي بدءا من انهيار الدولة العراقية مرورا بقضية الحشد الشعبي انتهاء بالاتفاق النووي الأمريكي. الغياب العربي الذي شكل فراغا كبيرا استطاعت حكومة طهران أن تملأه بكل ارتياح من دون أي عوائق. والغياب العربي ربما كان مفهوما في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، أنه خشية الدول العربية أن تصطدم بالمصالح الأمريكية وجها لوجه في الساحة العراقية. ولكن بعد نهاية الاحتلال لم يعد هذا الغياب مبررا. طبعا الآن هنالك يعني تحركات عربية مؤخرا خصوصا خلال الأيام الفائتة، حديث عن يعني مؤتمر للدوحة حضرته ممثلين عن عدد من الدول الخليجية والأمم المتحدة ودول أوروبية للملمة الوضع العرب السنة في العراق. هذا حسن، وإن جاء متأخرا لكنه هذا حسن. عموما هذا أحد العوامل. ما الذي بقي من سيادة العراق؟ أنا أقول ما الذي بقي أصلا من العراق. الآن العراق ثلث مساحته مستباحة لتنظيم داعش الإرهابي، وجزء مهم من مساحته مستلب للمجاميع المسلحة المنفلتة، وربما تكاد تنحصر الدولة العراقية وسلطة الدولة العراقية داخل المنطقة الخضراء. وحتى هذه يعني أصبحت مهددة الآن عندما قرر السيد العبادي أنه فتح المنطقة الخضراء أمام الجمهور أو جزء منها حتى بترتيبات أمنية مشددة. السياسيون شعروا جميعا بأنه ربما سنشهد انهيارا أمنيا كبيرا، لأنه هذه الرقعة الوحيدة وهي مساحة صغيرة والتي فيها السفارة الأمريكية وبعض السفارة. أستاذ ظافر، يعني حتى لا يدركني الوقت وأريد أن أستفيد من هذا اللقاء، أمام غياب الدولة أو سقوط الدولة العراقية وكل التحديات التي تواجهها مع النفوذ الإيراني الذي باتت تتباهى به علنا، كيف السبيل لتصحيح مسار هذه العلاقة وإعادتها إلى إطارها الطبيعي بين الدول؟ يعني ابتداء ليست هنالك علاقة متكافئة بين الدولتين، ولذلك سيبقى هذا الخلل في الميزان الاستراتيجي بين العراق وإيران لفترة قادمة ليست قليلة. ولكن من الممكن تقليل هذا النفوذ إذا ما استعاد العراق وجهه العربي. والآن يعني إيران تعتاش على القضية الطائفية في العراق، هي تعتمد على مجاميع مسلحة دربتها وجهزتها طوال فترة الثمانينات والتسعينات وبدأت تستثمرها أو ولكن تواجد عربي. لو سمحت لي أستاذ ظافر وأسف على المقاطعة، البعض يتحدث أن الحل يجب أن يكون من الداخل على أن يتم الالتقاء في منتصف الطريق في إطار مواجهة وكبح جماح هذا التوسع والنفوذ الإيراني. الحراك الأخير هل يمكن أن نقول بأنه الشرارة، خاصة وأنه ضد المحاصصة بشكل علني، أم أنه في إطار ما يسمى صراع شيعي شيعي على السلطة؟
الآن هنالك عودة للوعي العراقي، للوعي الوطني العراقي، في إنه معرفة إنه العراقيون قد استغفلوا من قبل الأحزاب الإسلامية وربما الشيعية على وجه أخص، تم استغفالهم واللعب على يعني قضية المظلومية والقضية الطائفية واستخدام شعار سيدنا الحسين عليه السلام لإذكاء الحرب الطائفية والنزعة الطائفية. الآن العراقيون يستعيدون وعيهم من جديد، والعراق أصبح مهيئا أكثر من أي وقت مضى ربما إلى استقبال المشروع الوطني ومشروع الدولة المدنية. وأنا أعتقد أنه العبادي اختط طريق الإصلاحات، أنا أتمنى ونتمنى لهذه الإصلاحات أن تنجح وأن تتجذر وأن لا تلامس القشور فقط، وإنما أن تضرب في عمق الإصلاحات، في عمق أصل المشكلة. نعم، شكراً. شكراً جزيلاً لك. للأسف انتهى وقتي. عضو مجلس النواب العراقي والمتحدث باسم قائمة متحدون ظفر العاني من بغداد، شكراً جزيلاً لك. إلى هنا نصل إلى نهاية، إلى اللقاء.